مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكلات وتكات شيف حس على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك أو من خلال أي رقم تلفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. عملنا معاكم مهرجان العيد بكل تفاصيله وحركاته وتكاته، أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم عملنا لك كل شيء في الدبيحة وطلعنا أجازة. بنقول لكل سادة مشاهدينا وحشتونا وحشتونا وحشتونا. تعالوا نبعد بقى عن الأكل التقيل وتعالوا مع بعض نعرف المنيو بتاعنا النهاردة عشان أجازتنا وصيفنا. هنعمل ايه؟ هنعمل بيتزا بيتي. هنعملها بايه؟ زي ما انت شايفه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بيتزا بيتي بالفراخ باللحمه، هنعمل بالسجق بالجمبري بالخضار بالتونه، تقدري تعمليه كل حاجه. اهم حاجه نعمل عجينه عشان نعمل بيه الليل واحنا سهرانين، اذا كنا هنا في القاهره او في المحافظات او في المصايف نعمل اكله جميله. اجيب الصاج بتاع الفرن بتاعي الكبير ده واعمل فيه البيتزا واقطعه لاولادي. اهم حاجه اعمل عجينه كويسه جدا جدا جدا. قبل ما ابدا اي حاجه على ما اعمل عجينتي وتستريح واعمل الصوص واعمل حشواتي، اظبط الفرن على درجه حراره 250 اذا كان فوق او تحت، درجه حراره 250. وتعالى نعجن عجينتنا ونعرف تفاصيلها. عشان اعمل عجينه بيتزا لازم استعمل دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات، خدي بالك. عشان اعمل عجينه بيتزا صح وتبقى معايا عجينه سبونشي طريه، اسفنج، انا بعمل عجينه بيتي مش عجينه ايطالي، فلازم تبقى سبونشي تبقى طريه مش كريسبي. لازم استعمل دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات. حطيت هنا كيلو 5 كوبايات، معلقه خميره كبيره فوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وسنه صغيره محسن خبز او شويه خل. وادي لها ايه كمان شوان؟ معلقه سكر، نص معلقه ملح، نص معلقه زعتر، نص معلقه روزماري. دي الحاجات الدراي بتاعتي الناشفه كلها، الدقيق، الخميره، البيكنج باودر، المحسن، السكر، الملح، الزعتر، الروزماري مع الدقيق. وبعد كده يا عم حسن اخدهم على ايديا او في المكنه اعجنهم. ادي ال5 كوبايات الدقيق ومعلقه الخميره ومعلقه البيكنج باودر، وحطيتها نص معلقه من الملح ومعلقه سكر ونص معلقه زعتر ونص معلقه روزماري. اروح جاي مكسهم كده يا حاج ياسر، وانا بمكس كده مع بعض، مكسوا وتاكدوا ان هم تمكسوا مع بعض كويس قوي. الدقيق، الخميره الفوريه، البيكنج باودر، السكر، الملح، الزعتر، الروزماري الناشف. اروح جايه جايبه كوبايه علبه زبده بتاعت زبادي، اهو قدامك علبه زبادي بتاعتك اهو قدامك. حطيت علبه زبادي عشان تبقى طريه سبونشي. انا حاطط بيكنج باودر، خدي بالك، حاطط بيكنج باودر وزبادي. دي مش عجينه بيتزا ايطالي، دي عجينه بيتزا بيتي لنا المصريين بتوعنا، بنحبها تبقى طريه وتبقى تخينه كده، واكلها بالليل استمتع بيها. الخليط بقى زي ما انت شايف بقى رملي. بعد ما ضفت علبه الزبادي بتاعتي، الزبادي الساده، بقت رملي قدامك اهو. يبقى 5 كوبايات دقيق، معلقه خميره فوريه، معلقه من البيكنج باودر، نص ربع معلقه صغيره من المحسن الخبز او شويه خل، ونص معلقه من الملح، معلقه من السكر، نص معلقه زعتر، نص معلقه روزماري، وحطيت لها علبه زبادي. بعد ما بقت رملي كده، نص كميه الدقيق ميه، نص كميه الدقيق ميه، واحده واحده كده يا تفاصيله. الحمد لله على سلامتك. واحده واحده كده اهو قدامك، واحده واحده كده، زي عشان تعملي احلى عجينه للبيتزا البيتي. تعملي بقى 2.5 كوبايات 5 كوبايات حسب افراد اسرتك. اهم حاجه تعجني العجينه صح وتخدميها على ايدك او في المكنه وتريحيها نص ساعه ونبدا نفردها. بص العجينه بدات تقفل واحنا شغالين اهو، ومعاكي الاستاذ ياسر جوه الحل اهو. بص العجينه بدات يا استاذه رضا، صباح الفل وكل كفر الشيخ حبايبنا. عامل ايه يا استاذ حسن؟ صباح الفل يا استاذتنا وكل كفر الشيخ حبايبنا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا استاذه رضا، تحت امرك يا هاني، تحت امر حضرتك. الو، حاولي اتصلي بينا يا استاذتنا. بعد العجينه ما اتلمت كده بدلها معلقه زيت ذره او زيت زيتون عشان ايه؟ عشان ايه؟ تتجانس معايا وتنعم العجينه. يا تفاصيلك، العجينه اديتها معلقه زيت الزيتون او زيت الذره عشان ايه يا حسن؟ عشان تبدا تتجانس معايا وتنعم معايا. اعلي عليها الخفق عشان العجينه كلها تلم بقى، واخدمها كده زي ما انت شايف. بدات العجينه تتخدم صح صح قدامك اهو، وتنعم معاك على ايدك او في المكنه. ادي عجينه بيتزا بيتي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. يا ابو زياد صباح الفل يا ابو زياد يا غالي. وحشتنا يا شيف حسن. وانت اكتر، وانتوا اكتر جميعا والله يا ابو زياد. كل سنه وانت حضرتك طيب يا شيف حسن. وحضرتك طيب يا ابو زياد.
الله يبارك فيك، وحشتنا وحشتنا خالص والله يا شيخ حسن. ربنا يخليك يا غالي، ربنا يخليك يا غالي. الله يبارك فيك يا شيخ حسن. عايز اعرف طريقه الطحينه يا شيخ حسن. احلى طحينه، الطحينه سهله جدا. انت بتجيب كوبايه سمسم تكون بيضه، وتغسلها مره واثنين وثلاثه، وتنقي منها الحصى اللي جواها، وتسيبها في الشمس تنشف. بعد كده عايز لون الطحينه فاتح غامق، بتعمل ايه؟ بتجيب الطاسه كهوك زي ده على النار، تدفيه وتحمص السمسم كويس جدا جدا. بعد ما تحمص ياخد اللون اللي انت عايزه فاتح او غامق للطحينه، بتدي له معلقه دقيق يتحمص معاها. بعد كده بتحطها في الكبه وبتديها سنه ملح، وتنزل عليها بكوبايه زيت. بقى عندك طحينه بتفاصيلها وحركاتها يا ابو زياد. تعالى بقى بعد ما عجبنا العجينه بتاعت البيتزا، بجيب صينيه عشان اريح العجينه، واجيب الصينيه بتاعتي، واجيب فوطه او كيس بلاستيك، ادهن الصينيه بتاعتي زيت عشان ابدا اقطع عجينتي فيها، واسيبها تستريح قدامك اهو نص ساعه. وادي العجينه بتاعتي مفتوحه مقفوله قدامك اهو، بص على العجينه يا ام نور. الو، صباح البحر يا ام نور يا غاليه. صباح النور يا شيخ حسن، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا ام نور، ويبارك لك في حبايبك ويبارك لنا فيك يا رب. صباح الفل، وحشني وحشني وحشني. ربنا يبارك لك يا شيخ، منور الدنيا كلها، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ام نور يا غاليه، ربنا يحفظك لنا. انا قلت بس عايد على حضرتك واقول لك كل سنه وانت طيب وتفرح بحبايبك كلهم. وانت طيبه وكل حبايبنا الحلوين في اسكندريه طيبين يا ام نور يا غاليه. اقطع واحده كبيره من العجينه دي، بص، عشان اعمل بها السجده الكبيره دي يا حسن. اعمل بقى ايه؟ هعمل بقى السجده، اعمل بقى مقاس السجده، تمام. اروح حطها هنا اهو تستريح، واجيب التانيين الصغيرين للصواني مقاس 30 سنتي اهو، واروح حطها كده، واروح حطها كده قدامك اهو. اعملي بقى صاج، اعملي صواني زي ما انت عايز، لفيها قدامك اهو بتفاصيلك. وبعد كده لما عايز زيت وغطيها بفوطه او كيس بلاستيك اهو، وانت كده معايا اهو بلمع زيت قدامك اهو، زيت زيتون زيت ذره حسب امكانياتك، تمام. واروح جايه وانت معايا كده اهو مغطياها. مغطيها ليه يا حسن؟ عشان ما تعملش قشره من الرطوبه. يا تفاصيلك، تعال شوف بقى كده وانت معايا العجينه اللي استريحت. بص التفاصيل اهو، ادي العجينه الكبيره اهو اللي استريحت، بص عامله ازاي. خد التفاصيل قدامك اهو، ادي العجينه الصغيره وادي الكبيره. احتاري واختاري، تعملي صاج او تعملي صينيه بيتزا زي ما انت عايز. يا تفاصيلك، تعالى بقى كده واحنا شغالين نعمل صلصه متسبكه، ونعمل صلصه سهله. ادي العجينه اهو، بحط معلقه زيت ذره، بحط بصلايه، خد بالك اهو تدبل عندي البصلايه، وانا بدبل البصلايه عشان اعمل الصلصه المتسبكه او الصلصه السهله. بقول يا استاذه وفاء صباح الفل وكل الشرقاوه وحبايبنا. استاذه وفاء حاول اتصلي بينا يا فندم. البصلايه عندي في معلقه زيت الذره او زيت الزيتون، عندي معلقه ثوم، عندي معلقه صلصه، كل ده مع بعض اهو. وحور الصلصه مع الثوم والبصل والماده الدهنيه، طلع الماده الحافظه بتاعتي والملوحه. وبجيب خمس طماطمات مبشورين، واتبلهم ايه يا حسن؟ شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار، سقساء ميه عشان التبخير. واحده واحده كده، سقساء ميه عشان التبخير. ادي سقساء الميه بتاعه عشان التبخير. وبعد كده هنعمل ايه؟ اسيبها تتسبك. يبقى عملت العجينه، وادي صلصه متسبكه. او ايه حسن؟ هعمل ايه تاني؟ تعالى اما نشوف كده، سيب دي تتسبك لوحدها. تعالى اعمل صلصه سهله. يعني ايه سهله؟ بص اهو، جبت عندي خمس طماطمات بشرتهم، خمس طماطمات بشرتهم، بديهم هنا اهو معلقه زيت زيتون، بديهم شويه ملح، شوية فلفل أبيض، التركة المهمة شوية سكر، شوية زعتر، شوية روزماري، وأقلبهم مع بعض. خدي بالك من الطريقة أهو، وفي طريقة أسهل تاني. وأدي واحدة واحدة كده، أدي الطريقة التانية السهلة، طماطم مبشورة. أما سهلة كمان أسهل، بجيب كوباية صلصة عادية، كوباية صلصة عادية مع نص كوباية كاتشب، مع معلقة صغيرة هوت صوص صلصة حارة، وأقلبهم. بص التفاصيل،
تقدري تعملي بالصلصه وبالكاتشب والصلصه الحاره، خد بالك اهو، احتاري واختاري، ادي صلصه وادي صلصه او صلصه متسبكه. يبقى العجينه قدامك اهي، الصلصه الاولى المتسبكه بتفاصيلها قدامك اهي بتاثر، والصلصه بالطماطم المبشوره او الصلصه بالصلصه مع الكاتشب مع الصلصه الحاره، احتاري واختاري. يبقى عملت لك العجينه، ادي العجينه اهو، ادي العجينه، ادي العجينه قدامك اهو بتفاصيلها، ادي العجينه وادي الصلصه المتسبكه وادي الصلصه. عملت لك صلصه بارده بطريقتين، طماطم مبشوره وصلصه طماطم. تعالى نعمل حشواتنا، نعمل حشواتنا. واحنا بنعمل حشواتنا نقول مساء الفل يا ام رتال. مساء النور. تحت امرك يا هانم. لا ازاي حضرتك، انا بس قلت اسال عليك. صباح الفل يا غاليه، نهارك قشطه يا هانم. نورنا والتلفزيون منور كله. ده نور حضراتكم جميعا يا هانم. صباح الفل يا هانم. حطيت هنا معلقه زيت وهنا معلقه زيت. هنا بصلتين شرايح عشان الفراخ، خد بالك من التفاصيل. وهنا معلقه زيت وبصلتين شرايح عشان الجمبري. بص اهو، احتاري واختاري، عجينه صلصه، اتنين صلصه على الطريقه البارده، صلصه على الطريقه السخنه، حشوات دي ترجع لك. عندك كيس جمبري تعالي نعمله، عندك صدر فرخه تعالي نعمله، عندك كيس سجق بلدي تعالي نعمله، عندك كوبايه لحمه مفرومه تعالي نعملها، عندك كمان جبن تقدري تعمليها كلها جبن، عندك كمان مع علبه تونه تعالي نعملها، افكار كتيره تطلعيها من البيتزا. عندي زي ما انت شايف البصل عشان الفراخ يدبل، والبصل عشان الجمبري يدبل، خد بالك اهو. تعالى شوف بتاع الجمبري كده، ادي كيس الجمبري بتاعه اهو، احطه واحوره في البصل بتاعي اهو، احوره. وانا بحوره كده بديله هنا عندي معلقه ثوم، واحد بشر ليمون، واحد عصير ليمون، شويه ملح، شويه كمون. يبقى ده حشو الجمبري، تعمليها بالجمبري قدامك اهو تفاصيلك اهو، يا دوبك خدي بالك كله يبقى بس سوفت طري مش اكتر من كده. اما الفراخ تعالى شوف كده، حطيت معلقه الزيت، حطيت البصل، احط فلفل الوان وادبله. خطواتك كده كلها قدامك، الفلفل الوان مع البصلايه، وادي صدر الفرخه مقطعاه شرايح طويله تمام، وادي الملح، الفلفل، البهار، وادخل كل ده مع بعضه وانت معايا كده، كل تفاصيلك ادخلي كل ده مع بعض. تحتاري وتختاري، تعملي فراخ، تعملي جمبري، تعملي سجق، تعملي لحمه، تعملي جبن، او تعملي تونه، خد بالك، او تعمل ايه، صلصه طماطم وجبنه بس. ارجع انا اهو تقليبا اهو للصلصه الحمراء، بص الصلصه اثرت وبقت زي الفل. تعملي صلصه متسبكه على الطريقه السخنه، او صلصتين على الطريقه البارده، تحتاري وتختاري. وادي هنا اهو الجمبري بتاع، يا دوبك ما خدش حاجه، ما خدش حاجه كده اهو، احطه في طبق يبرد، يا تفاصيلك. وانا ببرد دي هتهلي بسرعه، اجيب الفراخ هنا عندي عشان تاخد وتدي معايا، كله ياخد ويدي معايا، كل خطواتك كده قدامك اهو، والصلصه بتاثر وانت معايا كده عم ياسر، يا تفاصيلك، كل قدام. يا باشمهندس. السلام عليكم يا شيخ حسن. صباح الفل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخبارك ايه؟ وحشنا يا عم خالد وكل سادة مشاهدينا وحشنا. الحمد لله على سلامتك، وثانيا بشكرك جدا 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 على حلقات الجميلة كلها تتعيد يا شيخ حسن. كل سنة وانتم طيبين. صحة والسلامة يا حبيبي. وبمناسبة البيتزا الجميلة دي اقول لك ايه بقى؟ عايزين بيتزا بالمشروم. عايزين بيتزا بالمشروم وعليها صلصة ريحان وجبنة برميزان وفلفل ألوان وموتزاريلا كمان. حضر السلمندر والوقت الخبز قدر 12 دقيقة لا تقلل ولا تكتر. تطلع من الفرن رشة زيت زيتون تظبط الأداء وتعدل التون، وابقى كلمني على التليفون قول لي طعم إيه ورأيك فيها إيه والدرجة كمل 10 يا بيه. وتسلم ليك يا شيف حسن، كلكم طيبين، سلام عليكم. تعالى نعمل بالسجق البلدي، وإحنا بنعمل فراخ أهو نعمل بالسجق. حطيت معلقه زيت سخنت، عندي كوبايه من السجق مقطعاه مكعبات، احطها عليه كده، خد بالك من التفاصيل قدامك اهو. يبقى تحتاري وتختاري، اعملي العجينه، اعملي صلصه سخنه، اثنين صلصه بارده، حشوات بتاعتك انت، اعملي زي ما انت عايز. اول حاجه بالجمبري اهو، ثاني حاجه بالفراخ اهو، كل حاجه جاهزه. احط لك الفراخ هنا تبرد،
كل تفاصيل اهو يا جماله. وتعالى انا اهو ادي السجق بتاعي. السجق حطيت ماده دهنيه للسجق بتاعي يلون بس في الماده الدهنيه كده اهو قدامك اهو يلون. السجق البلدي مقطعاه مكعبات اشوحه كده في معلقه زيت، اجيب له بصلايه ناعمه شرايح وادبلها، فلفل الوان، شويه ملح وشويه فلفل. احتاري واختاري كله قدامك اهو. يبقى تعملي حشو بالجمبري بالفراخ زي ما انت عايز، كل خطواتك كده كلها قدامك، او بالسجق، كل تفاصيلك كده كلها قدامك اهو. وكمان واحنا شغالين كده هنعمل كمان ايه؟ ادبل الفلفل الالوان مع البصل مع السجق الشرقي مع شويه ملح مع شويه فلفل يا تفاصيلك. ارجع للحمه العصاك، عندي كوبايه لحمه فضلاني من العيد، تعالي نعملها. زي ما انت شايفه كده معلقه سمنه تقدحيها للحمه. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، ادي الصلصات وادي كمان الصلصه السخنه وادي الجمبري وادي الفراخ وادي هنا السجق. تعال بص هنا عندي السمنه قدحت، احط لها بصلايه. يا استاذه الاء. الو. صباح الفل وكل البحيره حبايبنا يا الاء. صباح العسل يا شيف حسن. نهارك قشطه يا استاذتنا. ده قشطه عليك انت يا شيف حسن. صباح الفل يا حبيبتي، تحت امرك يا جميل. عامل ايه يا شيف حسن؟ كله بون والحمد لله، وانتم طيبين جميعا. الله يخليك يا شيف حسن. انا ممكن ابعت تهنئه؟ اتفضلي يا حبيبتي. عايزه ابعت تهنئه لامي واقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها. واحنا بنقول الحاج هناء بنتك بتقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك، والاء وكمان برنامج اكلات وتكات شيف حسن بيقول لك يا حاج يا ام الاء كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يخليكي ليها ويخليها ليكي وتفرحي بيها وبعيالها ان شاء الله. تعالى شوف كده، خلاص جاهز عندي السجق. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك، خد يا زين. ارجع انا هو للحمه يا جمالك، ارجع انا هو للايه؟ للحمه العصاك. تفاصيلك كده قدامك، عجنتك، صلصتك، عندك صلصه سخنه، عندك صلصه بارده، اتنين، احتاري واختاري. ادي الحشوات قدامك. اما اللحمه العصاك كده هو زي ما انت شايف كده قدامك، السمنه البصلايه بقت شفافه، كوبايه اللحمه المفرومه، طماطمايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار، تمام؟ عشان اعمل باللحمه. طبق فاضي زي ده يا زياد. تعالى بص كده عندك خطواتك كده اهو، تمام. واحنا بنعمل الكلام ده تعالى نعمل التونه. التونه سهله جدا، تعالى نعملها عشان يبقى الحشوات عندك. بجيب ايه؟ علبه تونه قطع بصفيها من السائل، علبه تونه قطع، فلفل فلفل الوان يا تفاصيلك، بصل احمر، شويه زيتون. بص التفاصيل قدامك اهو، ودخل كل ده مع بعضه. يبقى تونه، فلفل الوان، بصل، زيتون، دي خلطه التونه يا تفاصيلك يا جمالك. تعالى بقى نشوف اللحمه العصاك. عشان العجينه بعد ما استريحت كده هبدا افردها لك. خطواتك كده كلها قدامك اهو. يبقى تسوي 50% للحمة العصاج، للفراخ، للسجق، للجمبري، كل ده 50% عشان ايه؟ عشان لسه هسوي في الفرن. تعالى بقى نجيب الصواني واحدة واحدة كده اهو. احتاري واختاري، بص عندك اهو. اتنين صلصة على الطريقة الباردة، واحدة صلصة على الطريقة السخنة قدامك اهو. ادي العجينة يا ياسر. ادي عندي صلصه على الطريقه السخنه، وصلصه بارده طماطم مبشوره، وصلصه بارده علبه صلصه من علب الصلصه وكاتشب وهوت صوص مع بعض اهو. وادي العجينه، وادي حشواتي قدامك اهو. يا دي عجنتك، ادي صلصتك، ادي حشواتك، وعندك فلفل الوان،
عندك طماطم، عندك جبنه موتزاريلا، عندك جبنه رومي. تعالى خد بقى، بص بعد ما ده استوى احطه هنا يبرد، وتعالى بقى اقول لك بقيه حاجتك عباره عن ايه. يبقى عندنا العجينه، الصلصه احتاري واختاري تعمليها سخنه على البارد، حشواتك تعملي بالجمبري بالفراخ بالسجق باللحمه، بص التفاصيل او بالتونه. تعالى بقى شوف تفاصيلك هنا، عندك جبنه موتزاريلا، عندك جبنه موتزاريلا طعاميها بجبنه رومي قديمه، تعالى اهو طعاميها بجبنه رومي قديمه، فلفل الوان، طماطم فيليه، زيتون مخلي، طماطم شرايح، فلفل الوان شرايح، صواني سجاط، فرن مظبوط على درجة حرارة 250، فرن مظبوط على درجة حرارة 250. التريكات والحركات لها ناسعة، انتظروني.